لا صراحة كنجيو بارفوا، كنجيو بحال هكا في الغالب، انا كنجي كنمارس الرياضة، وفي نفس الوقت بحال هكا في نهاية الاسبوع كنجيو مع الوليدات كنخرجوا، كنجيبوا وجبات بحال هكا خفيفة، كندوزوا وقيتها مزيانة، وهادشي اللي كاين. من طبيعة الحال اولا الشكر بعد ما وصل لجميع المتدخلين، الجماعة، الشركاء كاملين على الانجاز ديال هذا الفضاء. هذا متنفس من طبيعة الحال الساكنة ديال هاد المنطقة كاملة، خصوصا وسط المدينة، البرج والاباطوار والمدينة، وسط المدينة كاملة. كنظن خاص الدور الجماعة دارت المسؤولية ديالها، الدور دابا على المواطن. المواطن خصو يحافظ على هاد الفضاءات، لأن في نهاية المطاف فضاء ديال المواطن، خاصو يحافظ عليه. نجي وندوز وقيتة مزيانة، نمارسو الرياضة، أنشطة مختلفة، ولكن خصنا نحافظو، ما نرميوش الأزبال، نخليو المسائل كيف ما هي. كاين كراسي مخصصة للجلوس، كاين أماكن خاصة باللعب، الأطفال الصغار، الكرة القدم، كل حاجة نعطيوها حقها، كل حاجة نعطيوها حقها ونحافظوا عليها. في نهاية المطاف كيف ما قلت راه هادشي ديالنا وغادي يبقى لينا، صيبوه لينا، إلا حافظنا عليه راه غادي نجيو غدا غنلقوه، ما حافظناش عليه غادي نجيو غدا ما غنلقوش فين نجلسوا. جينا لهذا الفضاء اللي كاين في أكادير، الحديقة ديال ابن زيدون، المتنفس ديال الوليدات الصغار، وفيها مجموعة من الأنشطة اللي كدار هنا، كيلقاو فيها الدراري راحتهم. هذا الفضاء جديد في مدينة أكادير، ما حوجنا لهذه الفضاءات اللي في الحقيقة متنفس للدراري الصغار في المدينة وفي جميع الأنحاء، اللي أساسي واللي ممكن نهضر عليه هو الناس يجب الحفاظ على الأماكن العمومية، لأن هذا متنفس جديد، والمتنفسات اللي هما كيتوفر على الفضاءات الخضراء في المدينة، اللي الناس مطالبين باش يحافظوا عليه جميع، لا من ناحية المرافق اللي فيه الكاسر ولا الإتلاف ديال الألعاب ديال الدراري، يحافظوا عليهم كما كيجيو كما خصو يخليهم، باش إن شاء الله الأجيال القادمة يستفدوا في هذه الفضاءات إن شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة للفضاءات العمومية، وبالنسبة كمثال كهذه الحديقة هذه اللي هي حديقة ابن زيدون، أنا زعما أنا كان ما هي كفضاء رائع بالنسبة للأسر، وبالنسبة للمجتمع كامل، ولكن إلا بغينا هذا الفضاء يبقى كما هو علينا بالمحافظة. المحافظة من جهة أولا من جهة الأسر، ما كيجيبوا ولادهم ما كيردوش لهم الولها، كيطلقوهم في وسط الربيع، كيطلقوهم، أن إلا بقى هذا الشكل هذا راه الحديقة غادي تمشي، وكتبقى عاوتاني المحافظة من طرف السلطة. هنا بالنسبة للحديقة أنا كنشوف أن كاين صحاب النظافة بواحد الكمية، يعني فين ما درتي كتلقى صحاب النظافة، هذا يعني أن الحديقة غادي تطول إن شاء الله بحول الله. أما إلا بقى هذا الشيء يلاه في هذا الافتتاح نتاعها وفي هذه البداية نتاعها وحيدناه، راه ما تبقى لا حديقة لا فضاء لا والو. أما إلا بغينا هاد المناطق هادو نستفدوا منهم علينا بالمحافظة، لا أسريا ولا بالنسبة للدولة. بالنسبة للوعي، أنا على حسب، أنا ملي كندخل للحديقة كيبان لي شوية الوعي، وكيتجلى أنهم كيجيو كيبغيو يقراو دوك اليافتات اللي مكتوبين على النباتات، باش يعرفوا كل نبتة أش سميتها، شنو هو دورها، شنو هو هذا. يعني هنا أنا كنشوف باقي كاين الوعي،